انا صعيدي. صعيدي اه زي انا من اسيوط. تمنين اهلا وسهلا. يا اهلا. انا من ابو تيج. ابو تيج ده احنا بلديات اهو. اهلا. طب وانت صغير ما كنتش بتسمع البياع اللي بيمشي في الشارع بينادي ندى غريب جدا غير البضاعة اللي معاه؟ كتير. ما تذكرش واحد كده كان بينادي على حاجة واكتشفت انها حاجة تاني خالص؟ انا قعدت راقبه واحد معين. اه وكنت بحب ناس معينة اسمع صوتها. اه في ناس اصواتها حلوة اوي. اه واحد كان بيبيع بلح سيوي. اه كان بيقول فكنت ايه؟ فكنت احب اسمعه اوي. كان بيقول ايه؟ يعني رنة عارف اللحن ماشي فاكر. لا ببيع السوي يا وقت عدري السوي. الله تتروحوا انت ده تحب صوته قوي. انا اروح له عشان اقول له الله وامشي. واحد بقى ده اللي قعدت لحد اما نزلت يومين ثلاثه كده مش عارف بيقول ايه. والله العظيم يا سمير اسمع ما فيش غير كده. بص اقول يا رب يا رب. طب انا عايز اقول حاجه. تعالى نقف طلع ايه نقف بدل القعده دي. تعالى طلع لو انت هتقولها تاني. تعال بس ده واحد بيع تاني هنشوفه دلوقتي. مش عارف المايك معاك وتقدر اهو ده بياع برضو زي اللي عندك. طب نسيب ده دلوقتي نشوف اللي عندك كان بيبيع ايه. طلع بقى قعدت تلات ايام هو كان بيقول ايه الاول. اقول يا رب بيبيع ايه. نزلت له لقيته ايه بقى بيبيع ايه. جاز. لا تجيبه. طلع جاز. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان بيبيعنا. طب احنا نشوف البياع بتاعنا بيقول ايه. اسمعوا تاني بس. اسمعه تاني. ده جاز منقط. طب يتفضل يتفضل. تفضل تعالى. ايوه ايوه تفضل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. اه جنب الاستاذ سيد كده. اهلا وسهلا. ايوه مفيش مايك. تفضل نسمع اللي قلته بره بس خاني معلم. قول بقى بتقول ايه. بيع تاني كده. ماشي ماشي. ايه سيكسني. هي ملامحها هتبان لو فكناها. لو فكناها الاولانيه ايه. الاولانيه ايه. الاول بتقول ايه. ايه بس ده التتر. ايوه ايوه ده التتر فكناها. قربنا اللي بعدها. ايوه الثانيه ايه. اللي بعدها ايه. ساكسوني. ساكسوني. يا ساكسونيا. قولها بقى. قولها كده مع بعض. ايه سيكسني. هي دي ساكسونيا. اتس بيوتيفول. بالطلياني. بالطلياني اهي ساكسونيا بس. وجت منين كلمة ساكسونيا دي؟ اساسها ايه يعني؟ اساس الحاجات دي وبناخد بدلها ملابس قديمة. يعني الحاجات دي بتاخد بدلها ملابس قديمة. يعني ده يجيب بدلة مثلا. لا يا يجيب بنطلون. يجيب بنطلون. لا حقيقي يجيب بنطلون. ممكن. لا 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 حاجات ظريفة. بس انت ايه ما بعتش حاجة النهاردة. محدش قلع بنطلون وانت بقالك كم سنة في الشغل ده. بقالي 8 سنين. 8 سنين. انت اسمك ايه. احمد. احمد. احمد عم منطلب. متجوز يا احمد. متجوز. عندك ولاد. عندي 3. صبيان ولا بنات. لا 2 بنات وصبي. صبي اسمه ايه. ياسر.
ياسر عنده كم سنة؟ عنده 7 سنين. ربنا يخليه. لا أنا عايز أسأله إيه اللي خلاه يطور كلمة ساكسونيا لسكفة سكسات اللي بقولها دي؟ أنت بتقولها إيه؟ بتقولها إيه بالظبط؟ بيع كده تاني من الأول، من أول التتر. إيه سيكس نيف؟ سيكس نيف؟ سيكس نيف؟ أنت رحت روسيا؟ سيكس نيف؟ سيكس نيف؟ خدتها من مين بقى؟ من نفسي. يعني انت اللي من حاجة يعني انت اللي خليت الساكسونيا بقت سيكسوني. طلعت معاك كده من غير مرض مثلا؟ لا من غير اي حاجة. افتكرت لسانه مثلا قفل في الاخر. سيكسوني. لا لا جميلة سيكسوني. وما بتبيعش غير سيكسوني؟ يعني ما بتتجرش في حاجة تانية؟ لا اللي هي الملابس القديمة بتبيعها في سوق الكانتو. يعني تاخد الملابس القديمة بتبيعها في سوق الكانتو. طب لو اديتك دول تديني ايه؟ يعني القميص والبنطلون دول يجيبوا ايه من عندك دلوقتي؟ تمام. هو معاه لبس تاني. تمنها انت، تمن اهو اهو. وده ايه دي؟ تمن يعني اللي تعوز سيادتك. لا 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 عن فاصل. ايه؟ لا اديني يعني. يعني ده وده بكام دول مثلا؟ حاجه زي كده واحده. في دي ودي. لا تاريسك مش ساكسوني. على العموم استنى الاستاذ سيد وهو ماشي بره دلوقتي. بس سيب له الجزمه عشان عنده تصوير هو. متشكرين قوي يا ابو حميد وربنا يوفقك في السيكسوسي. شكرا. نحييه ونسقف له. حد يشيل معاه بقى السيكسوني تقيل عليك. ابا ماشي. افقع واحده وانت ماشي بقى. قول قول. اللغة العربية باظت. بس السيد انا خاف نكون عطلناك وانا عارف انك انت مرتبط.